تبي العجل لانه لازم يكون ناشف، أي. يعتمد على نكهه زيت اللوز بالضبط، وايد حلوه وريحته. حتى لو تلاحظ اي حتى لو سعد الفتيله اي هي اللي هي بين الضلع وبين سلسلة الظهر هذه الفتيله، يعني اللي لا قصيتوا الريش تشوفونها بدايه الريش، هذا اللي يطلع منها الستيك اللي يسمونه ريب اي، هذا نفس المكان اللي يطلع منه الريب اي. تندر لوين أيه؟ نفس المكان، بس شنو اسلوب القصه تختلف؟ لا الخصره التحتانيه بس نفس القصه تختلف بعد. أيه بالضبط. بس خلاص هذا اكلنا يا جماعه، وفي وايد قاعدين يكتبون بس انا ماني قادر ارد على احد، سامحوني يا جماعه، ونستاذنكم ان شاء الله الاسبوع الجاي. مع السلامه. ونشكركم جدا على حسن مشاهدتكم وملاحظاتكم الحلوه اللي تعجبنا، واحلى شيء الكحه. وعليكم 60 عافيه، وان شاء الله الاسبوع الجاي نعطيكم احلى واحلى. حياكم الله وسامحونا على القصور.